دورينا مع عبد العزيز السلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دورينا، وحييكم فيها أنا عبد العزيز السلوم من الإعداد والتقديم. أهلا بالجميع، أهلا بكم من جديد. أسبوع جديد ومباريات لا تنتهي وإثارة لا تنتهي أيضا في هذه المباريات. ما شاهدنا يوم الجمعة، ما شاهدنا يوم السبت في كأس خادم الحرمين الشريفين نصف النهائي والتأهل للتعاون والاتحاد عن جدارة واستحقاق، مباريات مثيرة شاهدناها اليوم. عندنا جولة جديدة من هذه المباريات، مباراة مؤجلة من الجولة 28 بين الهلال والتعاون الساعة 7 على يعني أحداث الجمعة الماضية، رغم أنها مباراة كأس لكنها أكيد تلقي بظلالها على هذه المباراة. الهلال غير المدرب، استعان بمدرب الفيصلي شاموسكا، والتعاون مستمر بنفس مدربه من بداية الموسم وتشكيلته وأداءه الكبير في مباريات الدوري وأيضا يوم الجمعة الماضية. جماهير الهلال بانتظار عودة فريقها في هذه المباراة المهمة لفريق الهلال على مستوى الترتيب. إذا أنهى الهلال مباراة اليوم بالفوز أكيد راح تعود لها الصدارة اللي تواجد فيها النصر ب 64 نقطة ثم الهلال ب 63 نقطة. أما في حالة الخسارة والتعادل فإنه سيبقى في نفس المركز، التعاون يبحث عن المركز الثالث كهدف أعلنت عنه الإدارة. التعاون لديه 49 نقطة، في حال فوزه اليوم راح يكون عنده 52 وبالتالي فارق نقطة بينه وبين الشباب مع تبقي جولتين بعد مباراة اليوم. بالأمس كان زميلي حاتم طرح عليكم سؤال بخصوص كيف كسب الاتحاد النصر في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين. الخيارات كانت نجاح سيارة بسبب الثقة المفرطة للنصر أم أسباب أخرى. اللي قالوا نجاح سيارة 71%، أما اللي قالوا الثقة المفرطة عفوا للنصر 25%، واللي عندهم أسباب أخرى 4%. اليوم عندنا سؤال جديد في حلقة اليوم. سؤالنا يقول: من هو المدرب اللي تعتبر إقالته خسارة هذا الموسم؟ من هو المدرب اللي تعتبر إقالته خسارة على فريقك طبعا هذا الموسم؟ جيسوس مدرب الهلال، قويدي مدرب الأهلي، كارينيو مدرب النصر، دياز مدرب الاتحاد. اللي قالوا جيسوس حتى الحين 85%، اللي يقولون قويدي 6% ودياز 6% وكارينيو 3%. أنت وش تقول عزيزي المستمع؟ يحب شاركنا على تويتر في التصويت، بالتصويت والتعليق اكتب محرك البحث اسمي عبد العزيز السلوم يظهر له الحساب والسؤال، شاركنا بالتصويت والتعليق ايضا على الهاتف على 0112844888. ناخذ الاتصالات وناخذ معنا اول اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا والله، نتعرف عليك. سالم العلزي. اهلا يا سالم، اهلا وسهلا. أهلا وسهلا، عرفتني أكيد. أكيد معروف سالم، تفضل. أي صح صح، صاحب النوايا. تفضل. الله يسعدك إن شاء الله، يطول عمرك ويجعل الضحكة الدوم يبلغنا وياك وجميع المستمعين إن شاء الله رمضان. آمين آمين يا رب. وشك على يا رب. بالنسبة لأكثر مدرب جيسوس، لكن حاليا أنا باسمي وباسم بعض مشجعين نادي الهلال، يعني إذا بيسمعوا لي، يا محمد بن فيصل والله نواياك انكشفت. يعني الآن وين كاريليو؟ سام عبر جاب كاريليو بناء على عقد، إذا لعب 27 مباراة يحق للهلال كأول طرف يوقع مع كاريليو. هل ننتظر قصة جديدة مثل قصة عمر خريبين وانتقال النادي بيراميديز المصري وبنشوفها مع كاريليو؟
هذا اللي أنا قاعد أشوفه في المشهد اللي قاعد يدور الحين من محمد بن فيصل. اليوم كاريليو لو 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 يعني أنا أتأكد وأبصم بالعشرة إنه مو مصاب. لو لو عندك مصادر يا سالم؟ والله المصادر إنها وضحت يعني يعني سبحان الله. لا هي توقعات، هذه قراءة للمشهد منك بس. أنا أتمنى حتى لو إنه مصاب لعبه برجل واحدة ما عندي مشكلة. عشان هو راح يرفض ومن حقه يرفض أصلاً. أنا أبي أوقع معه، أنا صراحة كلاعب كاريليو ما أبي أخسره بكل أمانة. جميل وضحت يا محمد بن يا محمد بن فيصل، والله العظيم لولا الله ثم لولا جمهور الهلال انك ما اقلت زوال. وضحت يا سالم، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. سمعنا بنروح الفاصل قصير، وبعد الفاصل راجعين معاكم مع اتصالاتكم على 011-268-4488. سؤالنا: من هو المدرب الذي تعتبر اقالته خساره؟ دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا، من هو المدرب اللي تعتبر اقالته خساره هذا الموسم؟ طبعا الخيارات هي جيسوس مدرب الهلال السابق، قويدي مدرب الاهلي السابق، كاريني مدرب النصر السابق، دياز مدرب الاتحاد السابق. اللي قالوا جيسوس حتى الحين 86%، اللي يقولون قويدي 6%، دياز 5%، كارينيو 3%. اللي حاب شارك في التصويت على تويتر اكتف محرك البحث اسمي عبد العزيز السلوم، يظهر له حسابي والسؤال، يشاركنا بالتصويت والتعليق. اما على الهاتف على 011-268-4488. عندي سؤال ذكي شوي عن تقنية الفيديو الفي ار، بس ما أقوله لكم قبل نروح الفاصل إن شاء الله. خلونا نأخذ اتصال ونقول ألو. أهلا أخوي عبد العزيز. أهلا 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 وسهلا، تعرف عليك أبو الوافي. أهلا وسهلا، الله يسعدك يا رب. خلينا ندخل في الاستفتاء أول شيء. قول. جيسوس أكيد، ولكن ترى على فكره اخوي عبد العزيز حتى احنا مشجعين هلاليين ما ندري هو اقيل ولا هو الاستقال، ما ندري. اذا اقيل هذه مصيبه، هذه مصيبه، اذا اقيل هذه مصيبه. اصلا اعلنها الهلال. طيب مؤامره ومؤامره ما ندري نقول مين. لا رئيس النادي هو اللي اعلن اقالته. اعلن اقالته؟ لحظة اخوي عبد العزيز، معلش معلش، دخلنا في نقطه ثانيه الحين. رئيس النادي على فكره احنا والله ما نكرهه، لكن هو جاب ترشيح من اعضاء الشرف لنادي الهلال كالمعتاد، ولا هو اللي جاب رئيس الهيئه؟ مكلف مكلف مكلف. اي والله مع احترامي له كان ودع الملاعب الله يحفظه في غيره. خلينا هو شوف خلاص. بس بغض النظر ما نبي ندخل فيه. طيب يلا تفضل. ما دام جاب هو اللي جابوه فاحنا ما نبي في غيره. طيب. لكن اللي بينقذنا ونخوك واحد من هو؟ وابي يتدخل ابو خالد. تكفى يا ابو خالد الوليد بن طلال، تكفى ثم تكفى ثم تكفى، لا تنتظر. طيب. الخفخفه ادخر يا اخي وامسك النادي يا اخوي، فرحنا ما هي وهذا عوائد الجمهور الهلالي دائما. طيب. نفرح. طيب. الوليد بن طلال هو اللي راح ينقذنا. يعطيك العافيه يا ابو الوافي. لا لحظه يا اخوي فرجي، تكفى. تفضل. ودي اوجه شكر اول شيء قسما بالله ورب المصحف اني هلالي، عشان لا يجيني واحد بعد شوي يقول لي والله هذا يشك في هلاليته. لا انا ودي اوجه شكر للسويله على اللفته الانسانيه المشجع الله يرحمه اللي هو النصراوي المتوفي في المباراة الأخيرة. أنا أتمنى ثم أتمنى ثم أتمنى إذا يسمحون جمهور النصر حتى جمهور أي جمهور يبي يحضر مباراة الوصل هذه ونخوك أجر ثم أجر ثم أجر، ترى الدخل للعائلة للعائلة المتوفي. أتمنى الملعب يكون فل منها، نساند النصر مهما كان، إحنا الكرة تجمعنا ما تفرقنا، نسانده إن شاء الله يكون فوزه حليف بإذن الله على الوصل. والشيء الثاني أجر للعائلة هذه اللي دخلها فعلا راح إن شاء الله تفيدها في المستقبل بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك يا أبو الوافي على لفتتك الكريمة، شكرا جزيلا لك. بس توضيح على موضوع رئاسة الأندية، الموضوع يعني حتى أبو الوافي متحمس وقال أنه يتمنى تدخل عضو شرف الهلال الأمير الوليد، لكن الموضوع ما يجي بالطريقة هذه. وجود الأمير محمد بن فيصل حاليا كرئيس الهيئة هو تكليف من الهيئة، وهذا أحد القوانين يعني في حال استقالة الرئيس.
الرئيس، يكلف من رئيس الهيئة العامة للرياضة، لكن موضوع الاختيار هذا يكون بالجمعية العمومية اللي سمعنا أنها راح تعقد نهاية الموسم لجميع الأندية، ومن زمان ما انعقدت وفاقدينها صراحة. خلنا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، يا هلا، تعرف عليك؟ أهلا وسهلا، معك سليمان. أهلا يا سليمان، تفضل. خالد العزيز، أنا أبغى أسأل سؤال بس. تفضل. بداية الموسم تركيا للشيخ لما أنه شال سامي وجيسوس، إيش كان تصريحه؟ سمعته في الرياضية السعودية؟ ما أذكر والله. أذكرك أنه قال كلمة، قال لو تركناهم كان حققوا الدوري من الجولة الأولى، تمام؟ هذا تصريح، يعني حكم مكان تركيا للشيخ ما حد كان يقدر يرد عليه من اللي كانوا موجودين في الاستديو. شيء ثاني، انك تاخذ مهاجم الافضل لاعب في اسيا قبل فترة انتقالات الشتوية بثلاثة اشهر او اربع اشهر، واللاعب كان رافض، وانت تدري انه كان رافض، والعالم كله تدري انها كانت رافض. تجيب لي محمد بن فيصل عشان الموضوع الإثارة. محمد بن فيصل هدم فترة الذهبية اللي كان ماسك فيها الهلال في تقريبا اللي حقق فيها 7 بطولات. وقت نزول محمد بن فيصل يحيي جماهير النصر ويحيي لعيبة النصر، هل شفنا سعود السويلم سوى نفس الكلام مع جمهور الهلال أو لعيبة الهلال؟ أنت شفته يا عبد العزيز؟ لا لا، ما شفته. بس يعني سليمان، أنت تتكلم عن كل الخط اللي أنت قاعد تتكلم فيه هو عائد للأشخاص أنفسهم، يعني لما تكلم ما أتوقع. لا 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 لا، لا لما تكلم ليش؟ لأن في فترة محمد بن فيصل هل شفنا الكلام هذا؟ لا لا، أنت يعني الحين، يعني الحين تحية الأمير محمد فيصل لجمهور النصر، ما هي تصرف شخصي؟ لا. شلون يعني؟ هو بنفسه. لو انك متابع. لا، وش الفرق بين التصرف الأول. وش الفرق بين التصرف الشخصي؟ شوف. يعني شوف. بقول لك شيء، لو جاء الامير محمد بن فيصل وقال لعيبة الهلال وكل تعالوا حيوا جمهور النصر، هذا مش تصرف شخصي. لكن لما هو يروح بنفسه، لما هو يروح بنفسه هذا تصرف شخصي. اوكي، هذه نقطه. النقطه الثانيه، هل هو محسوب؟ لا، هل هو محسوب؟ محسوب. خلينا نكمل بس سليمان، بس هل هو محسوب على الهلال وجمهور الهلال؟ انا اقول لك نعم، محسوب. يعني من حقك انك تنتقد. لا لا، من حقك انك ترفض الشيء هذا او تنتقده او تعتبره يعني غير صحيح كمشجع للنادي، انه يقوم رئيس ناديك بتصرف لا يعجبك. بس يعني احنا ننتقد التصرفات بعيدا عن تزويح بالاشخاص. انتقادي من الاساس على شيلة سامي وجابت محمد بن فيصل، هذا الانتقاد الاساسي. وانك تشيل المدرب معه، وانك تشيل المهاجم، وتطلع في القناة الرياضية وتصرح انه عشان توازن القوى في الدوري السعودي، الكلام هذا غير صحيح. انت من البداية اعلنت الدعم تساوي. انا ما هو ذنبي ان الهلال فرق عن الجميع باختياراته، من مدربين من عناصر. خلاص، انت خليك كجهة رقابية وتنظيمية فقط. مسألة ان النصر، الاتحاد، الاهلي، الشباب فشلوا، هذا ما يعنيني انا. واضحة نقطتك يا سليمان، شكرا. وبالنسبة لسعود السويلم، عشان الوقت بس والله عندي فاصل. حلو. الله يعطيك العافية. ثواني بس. أحب أقول التركي السويلم، يعني كفاية التفزاز. شو اسمه، تركي آل الشيخ. لأني بقول لك على تصرف محمد بن فيصل في الديربي، لو بادله سعود السويلم أنا راح أتقبلها كهلال. طيب. لكن ما بدلها أنا من حقي أنتقد الرئيس النادي. أكيد. الشيء الثاني، أقول التركي آل الشيخ، الإثارة هي تصنع نفسها بنفسها. شكرا لك. ما تصنع الإثارة. شكرا جزيلا لك سليمان. مستمعين، بنروح الفاصل، وبعد الفاصل رجع. دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا. من هو المدرب الذي تعتبر قالت خسارة هذا الموسم؟ اللي قالوا جيسوس حتى الحين 87%، اللي يقولون جويدي 85%، ودياز 5%، وكارينيو 3%. الآراء تختلف طبعا. دياز جاء بعده
بلتش اعتقد والكرواتي وبعدين جاء السيارة، فالحكم بيكون انه في ناس قالوا انه لو بقى دياز كان افضل يعني. كارينيو بداية فيتوريا وبعد كارينيو هيلدر، وهل النصر في وقت كارينيو كان كعناصر افضل يعني. قويدي في ناس يقولون برضو لو استمر قويدي، في ناس يقولون لا يعني. جيسوس يمكن الهلاليين كلهم مجمعين حاليا، ونسبة 90% منهم مجمع على انه خسارة رحيله، فعشان كذا اخترنا هذا الخيارات. ولا المدربين واجد اللي مشوا، لكن احنا ركزنا على الاندية اللي مؤثرة يعني. فاللي حاب يشارك في التصويت على تويتر يكتب في محرك البحث اسم عبد العزيز السلوم، يظهر له الحساب والسؤال، ويقدر يشاركنا بالتصويت والتعليق وعبر الهاتف على 011-268-4488. خلونا نختبر معلوماتكم شوي على تقنية الفيديو ونقول سؤال. حارس ارتكب خطأ، ما يعني خطأ أثناء تصدي ركلة جزاء، يعني ممكن تقدم تحرك قبلكم يعني أي خطأ من الأخطاء اللي ممكن تصير أثناء تصدي ركلة الجزاء. طبعا هو نجح في صدها، هل يمكن استخدام تقنية الفيديو في هالحالة؟ يعني ممكن الحكم حتى لو الحارس صدها وعمل هالخطأ ممكن يرجع لتقنية الفيديو عشان يتأكد أنه في خطأ ولا لا، عشان يلغي مثلا الركلة ولا يشوف لها حل ثاني؟ أعطونا أراكم حول هالموضوع. نرجع للاتصالات وناخذ اتصال نقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف عليك؟ أمس عليك أخي عبد العزيز، معك جبران. أهلا يا جبران، تفضل. أول شيء الاستفتاء أنا أشوف مدرب الهلال طبعا جيسوس، يعني جيسوس نعم حصل. طبعا. ثاني شيء أخوي عبد العزيز، يمكن المتصلين اللي قبله يتكلموا عن محمد فيصل وأشبه الموضوع يعني. أنا سؤالي بس أخوي عبد العزيز، أول ما شالوا سامي حسب ما سمعت أنه كان يهيئون المنصب راسوي أو منصب يعني. إحنا ما شفنا شيء يعني لحد الآن يعني، سامي ما منصب آسوي ولا سعودي ولا أي شيء يعني، فالأمور اللي وضحت يعني ما يبغى يعني تفسير. ما يعني ما جاء قرار الإعفاء وإنه راح يكون له منصب آسيوي مع القرار يعني، ما جاء بالشكل هذا. هو مسك العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة. ما أدري، أنا حسب ما سمعت يعني إنها يهيئ إنه يكون في منصب آسيوي. هذا الكلام كلنا سمعنا الكلام هذا، لكن هل في شيء رسمي؟ ما كان في شيء رسمي. ما في شيء رسمي صحيح، بس يعني شيلة سامي أنا أتوقع أنها مفروضة، لكن طيب. فالشيء الثاني، أنا أحب أبارك، أنا طبعا هلالي، أحب أبارك للتعاون والاتحاد طبعا وصولهم للنهائي والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، يعني هذا منجز الحالة صراحة. أكيد. وأتمنى اليوم الهلال إن شاء الله مع المدرب، اتمنى يكون له بصمه واضحه يعني. هو ما عنده عصا سحريه او نبره، بس اتمنى ان اللاعبين يعني او اللعيبه كلهم يعني بصمه، لان خلاص يعني ثلاث مباريات هي تعتبر نهائي، هي حسب الدوري. فحاله انك تعثرت اليوم انت سلمت الدوري للنصر يعني، لا نكون يعني نلعب على انفسنا. النصر عنده مباراتين انا يعني اتوقع انها في متناول اليد يعني. ما في مباراه متناول اليد مهما كان يعني. اوكي، لا هي موازين القوى، هي موازين القوى واضحه، لكن ما في مباراه متناول اليد صدقني يعني. هذا رايي، وانا اقول لك انا لو تعثر اليوم الهلال لا سمح الله النصر يعني راح يحسم الدوري. فانا اتمنى ان اللعيبه كلهم بصمه واضحه يعني، اليوم خلاص اليوم يوم. طيب احنا راح نكون واقفين، وانا اول الحاضرين ان شاء الله الملعب، ونتمنى ان كلهم بصمه واضحه. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. إذا نأخذ اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف عليك؟ معك هدى الفهمي. أهلا يا هدى، تفضلي. الله يحييك. بالنسبة طبعا لموضوع السؤال اللي أنت طرحته، أنا أعتقد أنه جيسوس يمكن فعلا في كلهم مدربين يعني كويسين وكبار، لكن جيسوس يأتي في المقام الأول. يعني أعتقد جيسوس مدرب، إحنا عارفين أنه مدرب ناجح، صحيح أنه في بلده وما خرج، لكن مدرب ناجح، مدرب قوي شخصية يعني. وإحنا مشكلتنا أنه إحنا عندنا اللاعب السعودي ما يبغى المدرب القوي الشخصية. فأنا أشوف أنه خسارة فعلا للدوري السعودي حتى النادي الهلال. صح أنه كان حتى وقت جيسوس كان في دروب في نادي الهلال، في ضعف لياقي واضح وضعف فني واضح، لكن كان الفريق ماشي وكان بريتم جيد. وأنا أعتقد أنه التخبطات الإدارية
هي اللي أثرت على أنديتنا وأثرت على دورينا. إحنا قاعدين نشوف الآن إقالات مدربين يعني بالكون. صحيح. هذا الشيء مؤثر جدا. لما نشوف نجي نشوف الآن أندية اللي متذيلة الترتيب فيها من أغير إلى 5 مدربين. شوف القادسية مثلا 5 مدربين. صحيح. فأنت مثلا منطقة في الدفء أو في المنطقة المتأخرة يعني إيش اللي تبغى؟ أنت تبغى تحافظ عنك على مركز ما تهبط. فأنت لما تختار مباراة أو مباراتين تيجي تغير مدرب هذا الشيء أثر على الأندية وأثر على الدوري. إحنا دائما نزعل على تغيير المدربين لدرجة إننا نقول المفروض تحددون مواعيد للتعاقد، المفروض يكون في عقوبة مثلا للي يغير، لكن في النهاية من اللي يخسر أصلا في تغيير المدربين المتكرر؟ النادي نفسه، النادي والإدارة تخسر ماليا وحتى فنيا. فيعني نسبة نجاح المدرب الآخر ما هي مضمونة أصلا. المشكلة اختيارات الإدارات أو اختيارات من يختار المدربين لا يختار بناء مثلا على منهجية واضحة مثلا على نفس المدرسة أو على طريقة الفريق إيش قاعد بدأت الموسم أنا كيف أعديته. فقط يختار مدرب لسيفي معين. أنا أشوف أنه في الهلال زوران ظلم كما ظلم الهلال، لأنه أنت اخترت مدرب يختلف عن المدرب السابق اللي عندك. أنت اخترت مدرب فقط، وأنا أعتقد أنه كان تفكير الهلال فقط في آسيا عندما اختار زوران ليس في شيء آخر. طيب هذا شيء أكثر جدا. الله يعطيك العافية هدى، شكرا جزيلا. كان متأكد أن الهلاليين ما يتوافقون معك موضوع الزوران أبدا. عموما نحن بنروح الفاصل مستمعينا، بعد الفاصل راجعين معاكم. سؤالنا: من هو المدرب الذي تعتبر إقالته خسارة هذا الموسم؟ جيسوس، غويدي، كارينيو، دياز؟ اللي حاب شارك على تويتر في التصويت يكتب محرك البحث اسمي عبدالعزيز سلوم، يظهر الحساب يشارك بالسؤال والتعليق إذا حب. أيضا على الهاتف على 011-268-4488. دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا. من هو المدرب الذي تعتبر اقالته خساره هذا الموسم؟ اللي يقولون جيسوس 88%، غويدي 5%، دياز 4%، وكارينيو 3%. نشوف التعليقات. عمل تقول جيسوس، محمد يقول جيسوس من المدربين المميزين معنا مع الهلال، معنا لخبط كثير بس انا افضل من زوران ب1000 مره. مسلم الشافعي يقول أكيد جيسوس متصدر الدوري ويتفاعل مع كل كرة ضايعة من جوميز والفريق متقدم، شيء أكيد أنه قالت خسارة. وحش مبرز تخوف يا يقول زوران مدرب مميز بس للأسف أخطأ بعد التهاون بالتعاون في كأس الملك، ولعب تشكيلة من الرديف وخروجه من كأس الملك وقصد يريح اللاعبين ومشاركات في جميع البطولات عشان الأساسيين يعني. فهد يقول كويس ما قلت زوران، لو قلت زوران ما هتشارك في التصويت أصلا. فعموما هذا سؤال أنا حاب أشارك فيه على تويتر يكتفي محرك البحث عبد العزيز السلوم، يظهر له حسابي يجد السؤال يشاركنا بالتصويت والتعليق. أيضا على الهاتف على 011-268-4488. بس تذكير طبعا إيش عندنا هالأسبوع هذا؟ عندنا مواجهة اليوم الهلال والتعاون اللي هي مؤجلة جولة 28. بعدين جولة الدوري القادمة راح تكون في 11 و16 مايو، اللي هي الجولة 29 و30، اللي طبعا بتكون في رمضان إن شاء الله. الله يلحقنا وياكم هالشهر على خير بإذن الله. أيضا إيش عندنا يتخلل هالأيام؟ دوري أبطال آسيا، في جولتين من دوري أبطال آسيا اللي هي 5 و6. الجولة 5 راح تكون في 6 و7 مايو، والجولة 6 راح تكون في 20 و21 مايو، اللي هي ختام دور المجموعات. نروح للاتصالات وناخذ اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أسعد الله مساك يا عبد العزيز. يا أهلا وسهلا. خالد المالكي. نعم. من أهلا يا خالد، تفضل. وش أخبارك أنت؟ الله يسلمك، أخبارك أنت؟ والله أنا بعد مباراة النصر حاولت اتصل مرارا وتكرارا، لكن ما شاء الله طيب. الكلاسيكو يعني عامل عمايد يعني ما شاء الله، من حيث
ردة الفعل المتواجدة بين الجمهور. طيب يلا الحين قدرت تتصل، عطنا رأيك أول شيء بسؤالنا، من هو المدرب اللي تعتبر قال خسارة هالموسم؟ خسوس للأمانة، خسوس وسيارة، الاثنين صراحة سيارة يعني اي بس متى قصدك انه لما خساره لما استغنى عنه الاتحاد اول مره اي نعم الموسم بتلك الموسم هذا المنصرم هذا صراحه الاتحاد يعني صراحه فقده بطريقه يعني طريقه اشبه ما تكون غريبه جدا وغير المتوقعه يا استاذ عبد العزيز. يعني بدل ما يوقعوا مع المدرب سيرا يعني لو زادوه والله العظيم لو زادوه شويه يعني ما هي قليلة بحق سيرا دليل ان رجعته يا استاذ عبد العزيز ما طالب باي بنود عقد، بينما احنا سمعنا اقاويل انه اشترط. طيب لو كان بيشترط كان اشترط الان سيرا في ظل الظروف هذه الراهنة اللي قاعد يعاني منها الاتحاد، صحيح ولا لا استاذ عبد العزيز؟ لا كلامك صحيح، سيرا يعني مدرب يعني اثبت احترامه لفريق الاتحاد ولجماهير الاتحاد بصراحة يعني رغم تعدد الادارات. يعني انا اقولها بالفم المليان، الاداره اللي جت بالتكليف بدون ذكر اسماء هي ما ارادت التخلي عن سيرا، وباين من حضور سيرا الان في هذا التوقيت، لو هو جاء في هذا الوقت كان طالب بمطالب كبيرة، كان غالب في يعني في العقد، كان سوى أشياء كثيرة، لكن أنا ما أتوقع أنه مشى من هذا الجانب، أتوقع أنه الإدارة هي من ساهمت. المهم يعني خالد إيه مهم خالد للاتحاد الآن أنه رجع وأنه قاعد يسير بالفريق نحو الابتعاد عن منطقة الخطر، وأيضا يتواجد في النهائي، وهذا هذا شيء لا يمكن أحد أي اتحاد يتوقعه في منتصف الموسم. أي نعم، بس أستاذ عبد العزيز تخيل بس لو استمرت هالإدارة هذه، لو مثلا الله ما رزقنا بشخص مثل شخصية الأستاذ لأي ناظر، إيش كان ممكن يصير في يعني الاتحاد لو الله يعني عطانا إدارة غير يعني متقنة بعملها أو بأدائها في الاتحاد؟ كان الاتحاد أكيد حيصاب ب يعني جلطة في الدماغ يعني طيب سنة خالد وجوده خالد الإدارات ورؤساء الأندية يعني يتشابهون في أمور عديدة، لكن إلا في القرارات وبعد النظر لهذا القرارات، وأيضا اللي يدخل فيها باب التوفيق. يعني أحيانا في رئيس نادي يلغي عقد مدرب ويتوفق في مدرب أفضل منه يتفاعل مع اللاعب منه ويحقق النتائج. تبقى كرة القدم يعني يعني لا يمكن التنبؤ في أمور عديدة، لكن في مسلمات واضحة يجب أنه تسير عليها الإدارات، ما نختلف عليها. أنا كمان عجبني البارح كلام الأستاذ لؤي قبل يومين يوم المباراة، قال إحنا فوق ما إحنا نعمل يعني نحاول نأخذ كلام الاتحادين بكلام الجمهور، ما نحاول يعني نسفه كلام الجماهير، نحاول نأخذها على محمل الجد. والدليل توقيع الاتحاديين مع المهاجم الصربي إلكساندر، هذا كان ترى بطلب الحاح من الجماهير الاتحادية. الرجال بياخذ ويعطي مع الجمهور الاتحادي، ما هذه بادرة رائعة. بس في الإدارة السابقة يا أستاذ عبد العزيز كان في تهميش لكلام الجمهور، كنا نشوف أشياء كنا دائما نتكلم. هو في النهاية خالد اللي بي ياخذ كلام الجماهير يعتبر شيء إضافي لأي رئيس، اللي بياخذ فيه هو المفروض أنه يسمع، إذا شاف أنه في بوادر نجاح من هذا الرأي ليش لا، إذا شاف أنه والله في خوف وخطر يستبعد ولا تلوم الطرفين فيه. أحيانا نشوف إحنا أشياء خطأ الإدارة ما تشوفها يا أستاذ عبد العزيز، أحيانا الجمهور يشوف أشياء الإدارة ما تشوفها بمحمل يعني مش بمحمل جدية. يمكن الجماهير هي أساس النادي، نادي بدون جمهور أكيد يعني. وأتمنى إن شاء الله، أنا أقول كمان عشان ما يفوتني هذا الاتصال، أنا أقول إن
النصراويين يعني أتمنى أنهم يعني يهدون الوضع، لأنه الاتحاد هو حيكون صاحب الأسبقيات بعد كذا، يعني ما حتكون في سطوة لنادي النصر على الاتحاد. وقصة السبع سنين أنا أقول إنها انتهت بشكل كامل، وأقول لهم في نفس الوقت هل عندكم شدة تلعبون معنا في آسيا؟ طيب يعطيك العافية خالد، شكرا جزيلا لك. الهلال أعلن قائمته الأساسية في مواجهة التعاون، يتواجد فيه عبدالله المعيوف، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، علي البليه، ياسر الشهراني، دجنك، محمد كنو، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، جوفينكو وغوميز. هذه خيارات السيد بريكلس شاموسكا المدرب الجديد لفريق الهلال. على دكة البدلاء علي الحبسي، محمد جحفلي، حسن كادش، وعبد الملك الخيبري، عبد الله طيف، هتان بهبري، محمد الشلهوب، نواف العابد، وجوناثان سوريانو. هذه هي خيارات شاموسكا أيضا في القائمة لمواجهة التعاون. راح نذكر تشكيلة التعاون لكن بعد ما ناخذ أيضا هذا الاتصال ونقول ألو. ألو مرحبا. يا هلا، تعرف عليك. يا هلا أخوي عبدالعزيز، معك أبو حمد. أبو حمد أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا. أنا بجاوب على أسئلتك في الحلقة. السؤال الأول، أنا أشوف أن التأثير الأكبر كان إقالة جيسوس لسبب واحد فقط، بعيدا عن فنيه، يعني أنه ما كان قرار هلالي حسب وجهة نظري على الأقل، كان قرار من خارج أسوار النادي، فهذا أثر على خطة، يعني خطة سنوية أصلا للنادي كاملة، وتبعثرت أوراق الفريق كاملة. السؤال الثاني بالنسبة للفار، لا أتوقع أنه ما يرجع للفار، لأنه ما هي من ضمن الحالات الأربعة. لأنه أعتقد أنه الحالة الوحيدة اللي ممكن يرجع فيها للفار إذا كان مثلا مترتب عليه مثلا ضربة جزاء، مترتب عليه طرد. لكن أنا ما نختلف عن الحالات، سنتكلم عن هذه الحالة الاستثنائية. ما أعتقد نرجع للفار، أنا صراحة يعني 90% ما أعتقد نرجع للفار. طيب خلاص، اسمع الإجابة لنهاية الحلقة. إيه طيب، نقطة أخيرة لو تسمح لي. تفضل. طبعا في الأستاذ اللي هو أستاذ أحمد الأمير قانوني، أتوقع أنكم تستضيفونه في أكثر مرة. أكيد. إيه أنا ودي بس لو يطرح عليه سؤال، لأن أنا أشوف أنه شوية متحمس في تويتر. دائما يعني أنا يعني خلنا نقول 99% من تعليقاته دائما في اتجاه نادي معين. تمام. أنا ما أقول يعني ما أتهم بشيء، أوكي، لكن أنا أتمنى أسمع رأيه فقط بأن ما هو عقوبة إذا كان في رئيس نادي وراء إقالة لجنة رئيس لجنة التحكيم. بس أبغى أسمع رأيه بس. وفي طيب. أوروبا يعني هو دائما يستشهد بأوروبا. إن شاء الله إذا استضفنا في أقرب حلقة راح نسأل السؤال. والله أبشر، شكراً. سجلها في الجوال إن شاء الله. أبشر أبو حمد، شكراً جزيلاً لك. شكراً أبو حمد. استوينا بنروح الفاصل، وبعد الفاصل راجعين معاكم مع مشاركاتكم واتصالاتكم. اللي حاب شاركنا في سؤال حلقة اليوم على تويتر، من هو المدرب الذي تعتبر إقالته خسارة هذا الموسم؟ جيسوس، غويدي، كارينيو، دياز. شاركونا على تويتر، اكتبوا محرك البحث اسمي عبدالعزيز سلوم، يظهر لك الحساب والسؤال، شاركنا بالتصويت والتعليق. فاصل ورجعين. دورينا مع عبدالعزيز السلوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا. كنا قد سألنا سؤال، من قوانين كرة القدم حارس ارتكب خطأ ما أثناء تصديه لركلة جزاء ونجح في صدها، هل يمكن استخدام تقنية الفيار الفيديو في هذه الحالة؟ الجواب نعم، يمكن للحكم طلب مساعدة تقنية الفيديو في حال خطأ الحارس أو اللاعب مسدد الركلة وقت تسديد ركلة الجزاء. إذن قانون يجيز للحكم طلب المساعدة والعودة لتقنية الفيديو في حال ارتكب الحارس أو اللاعب خطأ أثناء التصدي أو التسديد ركلة الجزاء. هذه المعلومة من قوانين كرة القدم اللي ينشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم. سؤالنا لليوم،
راح نقول لكم نتائج ونعطيكم أبديت على النتائج بعد ما نذكركم بمباريات اليوم. مباراة اليوم عندنا مواجهة الهلال والتعاون الساعة 7 إن شاء الله. وذكرنا تشكيلة الهلال قبل قليل: عبدالله المعيوف، بوتيا، البليهي، الشهراني، البريك، دجنك، كانو، إدواردو، جوفينكو، سالم الدوسري، وغوميز. هذه خيارات شاموسكا لهذه المباراة. التعاون لسه ما أعلن تشكيلته حتى الآن. المباريات الجولات القادمة أو الجولتين المتبقية في الدوري راح تكون في 11 مايو الجولة 29 و 16 مايو الجولة 30. يتخلى لها طبعا الأيام القادمة جولتين من دوري أبطال آسيا أيضا في 6 و 7 مايو، أيضا في 20 و 21 مايو الجولتين الخامسة والسادسة. وصلنا للختام، شكرا لكل من شاركنا في حلقة هذا المساء، ونعتذر على اللي ما قدرنا ناخذ اتصالات. التصويت مستمر على تويتر. سؤالنا يقول: من هو المدرب اللي تعتبر رحيلة خسارة هذا الموسم؟ جيسوس، غويدي، كارينيو، دياز اللي قالوا جيسوس 89%، اللي يقولون غويدي 5%، دياز 4%، كارينيو 2%. تصويت مستمر حتى بكرة إن شاء الله قبل قبل بداية حلقة غدا. شاركونا على تويتر، اكتب في محرك البحث اسمي عبدالعزيز السلوم، يظهر لك الحساب، تجد السؤال، شاركنا بالتصويت والتعليق. إن شاء الله ألقاكم غدا.